الأخوت السلام عليكم. البوليس والقضاء الفرنسي وصلوا حتى المشاهير المغاربة وعاد ولاو معقولين. سعد المجرد قرقبوا عليه سوارش الربح ودخلوه البغباق ديالهم يعني الحبس، من بعد ما ضربوه بست سنين ديال الحبس فواحد القضية مازال كتير الكثير من الجدل واللغط واللغط. كاين اللي كيقول بأن المجرد دايرها بيديه وكان مقرقب وشام مزيان الكوكاي حتى ما عقلش على راسو اش كيدير. المشتكي المسماش الورا، وكاين اللي كيقول بانه بريء من هادشي كله وما دار لا بيديه ولا بسنيه، وهادشي كله داخل في اطار لعبه انتقاميه من المخابرات الفرنسيه. كله واش كيقول؟ وانا من هاد المنبر ما كنبرأ المجرد ولا كندينو بحكم انني ما مطالعش على الملف الحقيقي وما عنديش المام بالوقائع ديال هاد القضيه، ولكن اللي اعرف هو ان بلادنا عندها مشكل حقيقي مع فرنسا، وبأن شي أطراف أو جهات داخل فرنسا كتحاول تسيء المملكة المغربية ولكل الأشخاص اللي عندهم علاقة بها أبشع إساءة، خصوصا الإعلام ديالهم وحتى القضاء اللي عندهم. حتى هو تبت بأنه مسخر في أكثر من مرة، وبأنه ما كيبقاش كيعرف شي حاجة أو كيآمن بشي شيء اسمه الاستقلالية القضائية. كيولي حتى هو داخل بيديه في المأمعة السياسية والإعلامية اللي كتستهدف المسؤولين المغاربة، وهادشي شناه في أكثر من قضية ولعل آخرها قضية برنامج بيغاسوس اللي تبت أنه مجرد قضية مفبركة الغاية ديالها هي الإساءة للمسؤولين المغاربة. المجرد كيف قلت لكم دخلوا للحبس، والآن جاء الدور على واحد من أشهر المشاهير المغاربة في رياضة كرة القدم وهو البطل العالمي أشرف حكيمي اللي احتوى استدعاه الأمن الفرنسي وباشر معاه على الفور تحقيقات معمقة حول قضية أخرى، قضية اغتصاب شي شابة أو تاني خرجت ووجهت له أصابع الاتهام وقالت لهم حكيمي تعدى عليا جنسيا وتكرفص عليا صحة ودون رضاي. والعجيب والغامض في هذه القضية وهي أن المدعية ما بغاش تقدم شكاية رسمية، قالت لهم أنا جيت غير نبلغكم شفويا وما بغيتش ندير محضر ديالي، ولكن النيابة العامة الفرنسية هي اللي عبرات على الإصرار ديالها باش تتابع حكيمي أو على الأقل تبدا معاه تحقيقات معمقة. واش أشرف حكيمي غادي يضرب حتى واحد 6 سنين أو 7 سنين ديال الجرجير ما بين التحقيقات البوليسية والخبرات الطبية والمحاكمات القضائية الماراثونية قبل ما يتخذوا معاه شي قرار ما كيف داروا مع سعد المجرد؟ الله أعلم، ما يمكنش لي نتنبأ الآن وما يمكنش لي نسابق الأحداث نهائيا. أنا مجرد إعلامي كنعلق على مجموعة من الوقائع اللي كنشوفها بعيني وكنعطي فيها الرأي ديالي، نقدر نكون مخطئ ونقدر نكون مصيب، المهم هو أنني كنمارس المهنة ديالي بكل تجرد وموضوعية وما كنخدم حتى شي أجندة وما كنخارط حتى في شي خندق. الهم عندي هو تقديم المعلومة والتعليق عليه، أما شي حاجة أخرى خاطياني أوهو. ومن المعلوم بأن قضية سعد المجرد تسبت في واحد الخلاف كثير ما بين أفراد الشعب المغربي سواء داخل المغرب أو خارج المملكة. كاين اللي يتضامن معاه وكيقول بأنه غادي يبقى يدافع على سعد المجرد حتى ياخذ البراءة ديالو كاملة بحكم أنه ما دار والو، وكاين اللي كيقول 100% 90% سعد المجرد دايره وهو اللي مسؤول على افعاله وخاصه يؤدي الان ويخلص جزاء القيام ديالو بتصرفات متهوره. وكيشوفوا بان هادشي كله ايضا من عواقب الادمان على الكوكايين والكحول. اما في قضيه النجم الرياضي الكروي اشرف حكيم فالاغلبيه الساحقه من المغاربه الان كتضامن معاه وكتسخر من قرار السلطات القضائيه الفرنسيه وكتقول بان الامر كيتعلق بقرار مخدوم الهدف ديالو هو استهداف كل النجوم والمشاهير المغاربه في فرنسا وحتى خارج فرنسا. ممكن الامن او القضاء الفرنسي يجيبهم او يستدعيهم عن طريق انابات قضائيه الى الدول اللي كيتواجدوا فيها. الان التعليقات وكما ارى ديال رواد مواقع التواصل الاجتماعي كتنهال على الاتهامات الموجهه الى النجم المغربي اشرف حكيمي بالسخريه اللاذعه وكيتهكموا على هادشي اللي وصفوه الجماهير بالاستهداف المقصود للاعب المغربي اشرف حكيمي. العشرات من المغاربه كيتسائلوا الان على سلوك الادعاء العام الفرنسي يعني النيابه العامه ديالهم حسب ما سربته صحيفة لو باريزيان، ولماذا يعني كيتسائلوا المغاربة علاش هاد المرأة المشتكية اللي كتبلغ من العمر 24 عام ما تقدمتش بالشكاية ديالها رسميا ضد حكيمي، وعلاش النيابة العامة هي اللي قررت باش تنوب عليها وتدخل وتفتح بحث مع حكيمي دون او رغم ان هاد السيدة كتقول بانها ما باغاش تتابعو. هنا كاين واحد اللغز كبير وكاين واحد المجموعة من الاسئلة كتطرح في هذا الملف المثير جدا. كيتسألوا أيضا المغاربة علاش النيابة العامة الفرنسية ورغم أن هذه الفتاة
رفضت تقدم الشكاية، إلا أن النيابة العامة الفرنسية قررت باش توجه الاتهام الحكيمي وتمشي معاه بعيد وتفتح معاه بحث معمق من طرف البوليس الفرنسي. والأخطر من هادشي كله هو شن هجمة إعلامية شرسة عليه في الصحافة الفرنسية، رغم أن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته حسب نص القوانين الفرنسية المأمول بها وحسب ما سنه المشرع الفرنسي. عشرات الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي في المغرب وعلى جميع المنصات كيتسائلوا الآن على توقيب تسريب الخبر، والمصيبة أنه عشية الإعلان على جوائز أحسن لاعب في كرة القدم لهذا العام، وكيتعجبوا الآن من السياق اللي جا فيه إعلان هذا الخبر، وكيطاربوا بالاعتذار للاعب المغربي حكيمي ورد الاعتباري. المهم مواقف رواد التواصل الاجتماعي في المغرب وحتى الصحافة المغربية وكل النشطاء خلوا النيابة العامة الفرنسية أطيح في موقف حرج، ومن الصعب عليها باش تقدم أي تبرير لهذا الواقع أو تفهمنا علاش بالضبط قصدات حكيمي وشهرات به في وسائل الإعلام من بعد ما سربات هذا الخبر المسموم وقالت بأنه متهم في قضية اغتصاب. ومن جملة المواضيع الساخرة التي تطرق لها مغاربة السوشيال ميديا، بونو ما تبقاش في فرنسا، المغاربة الآن ولاو كيحذروا بونو كيقولوا ليه رب أعلق فلت بجلدك، وإلا تقدر حتى أنت لا قدر الله تلقى راسك في شي مشكلة عويصة مع الأمن والقضاء الفرنسي، راهم عينيهم كيف قلت قبل قليل في النجوم والمشاهير المغاربة وباغين من خلالهم يوجهوا ميساج خبيث ومسموم للمسؤولين المغاربة، وفي نفس الوقت يضربوا ويسيئوا لسمعة المملكة المغربية عن بكرة أبيها. أيضا فالعديد من أصوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا العديد أو كل النجوم المغاربية أو المغربية المحترفين في فرنسا بالحذر أو مغادرة هذه البلاد على الفور، لأنها أصبحت خطرا كبيرا على أمنهم وسلامتهم وحريتهم. قالوا لهم ماشي بيت غدا أو بعد غدا تخرج أي وحدة أو تان أو أي قمقوم قا ويوجه لكم أصابع الاتهام، يقدم شكاية أو ما يقدمهاش قا نهائيا. المهم الذمة في النيابة العامة والأمن الفرنسي، راهم قادرين يديروا أي حاجة وقادرين يسيئوا لكل نجم أو مشهور مغربي كيتواجد في فرنسا عن طريق التشهير بالإدعاءات الكاذبة ديال قضايا الاغتصاب. النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان اللي خلق الحدث في المونديال الماضي بالأداء المميز دياله وصورة العلاقة اللي جمعته بالأم واللي شافوا فيها المغاربة أحسن تعبير على البر بالوالدين، هذا النجم الكروي الآن كيرجع يتصدر عناوين الصحافة بقوة، ولكن بصورة أخرى، ماشي بصورة النجومية والبطولة ولكن بصورة الفساد الأخلاقي. المصيبة كيف قلت لكم قبل قليل هو أنه هذا الخبر كيجي في الوقت اللي أعلن فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على اختيار هذا اللاعب يعني أشرف حكيمي الظاهر الأيمن ديال الفريق الفرنسي والمنتخب المغربي ضمن التشكيل الأفضل للاعب كرة القدم في عام 2022. كان من المفترض باش تكون ديك الليلة من أحسن ليالي أشرف حكيمي، ولكن للأسف الشديد تحولت إلى كابوس من بعد ما خرجت فتاة مجهولة ووجهت ليه تهمات الاعتداء الجنسي وتواطعت معها المصالح الأمنية والقضائية الفرنسية، قررت باش توجه الاتهام إلى اللاعب الدولي المغربي. والمصيبة الكبرى هو أن هادشي كله كيجي في غياب أي دليل أو حجج قاطعة كتأكد التصريحات ديالها، مجرد كلام وادعاءات فارغة لا غير، وهادشي اللي كيأكد بأن الأمر كيتعلق فعلا باستهداف واضح ومباشر للمشاهير المغاربة. المهم المشتكية كتقول بأنها تعرضت للاغتصاب في منزل لاعب في بولوني بيلانكور في أواخر فبراير الماضي، وكتقول بأن حكيمي تعرف عليها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام في 16 يناير الأخير ويوم السبت الموافق ل 25 فبراير، يعني غير هاد السيمانة مشات للمنزل ديالو ليلا في الليل على متن سيارة أو سيارة أوبير التي طلبها لها حكيمي، لكن الأمور خرجت عن السيطرة في منزله حسب ادعاءاتها، وزعمت بأنه بدأ في تجريدها من ملابسها واعتدى عليها قبل أن ترك له بقوة وتلوذ بالفرار هاربة من منزله. المدعي العام الفرنسي الآن كيعلن على فتح تحقيق في قضية أو قضية اغتصاب، ورفض هاد المدعي العام أو المكتب ديالو يدلي بأي تعليق أو توضيح، يكفيه أنه سرب الخبر لوسائل الإعلام المقربة، وخا هو حاول يدعي بأن داكشي اللي كتنشر الصحافة ما كيكونش دقيق دائما وبأن مقالات الصحافة كتأثر على مسار التحقيقات اللازمة للوصول إلى الحقيقة.
كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. كانت منكم إخواني دعموا هذا المحتوى الهادف باللايك البارتاش والتعليق حتى هو. كنقول لكم اللايك يعني الإعجاب، أنا اللي أعرف علاش أسيدي باش اليوتيوب يعرف بأن هذا الفيديو عليه الطلب بزاف والناس باغية تستافد من هذا المحتوى، وإذا كيخلي الفيديوهات ديالنا توصل للمزيد من الناس، والتعليق كينشط القناة ويخلي النقاش حول بحال هذه القضايا يتوسع أكثر حول مثل هذه الملفات اللي كنناقشوا في القناة ديالنا. أما البارتاج فكيعني المشاركة، فهذا كيعني أنكم أيها المواطن أيتها المواطنة أيها المشاهد أيتها المشاهدة كتساهموا معنا من جهتكم في نشر هذا المحتوى الهام وتوصيل الرسالة إلى من يهمهم الأمر. إذا كنت أنا صانع محتوى أنتم هم المعنيين به والأمر كيرجع لكم، ودوركم في المشاركة مهم بزاف. اللايك والتعليق والبارتاج مهمين بزاف لصناع المحتوى الهادف. تحياتي العطيرة لكم جميعا، وإلى قضية أخرى بإذن المولى عز وجل.